الجماعة فرحانين وجايبين 5000 عسكري ورح يدخلون على تركيا. 5000 عسكري؟ شو عجبة بهالولد ما بعرف؟ اتبقته انت كمان؟ بتتجاهلني إلي بس بتحكي معه؟ انت ليش معقد الموضوع؟ رزان انا عاجبتني نيفين، شو ما عم تفهمي؟ فهماني وكتير واضح انها عاجبتك اصلا، بس اذا بدك رأيي نيفين ما بتناسبك ابدا. شفتيها كيف بتطلع فيه؟ ما بتطلع فيني هيك. ليرة ليرة ما سمعت؟ ليرة هات ليرة نجله. مو سألتني نيفين شو بيعجبها بهذا الشاب؟ ايه هي شفته بعينك. شو يعني إذا هالشاب ربح الميدالية الذهبية؟ ايه الصفلو أصلا هيك شباب ما بيمشوا معنا نحن. أنا راجعة فورا. كيفك؟ منيحة وكتير منيحة كمان. شو صاير معك؟ بكرة في عندي حفلة. شو يا حفلة شو هاي؟ حفلة شو رح تكون يا؟ حفلة بسط. ليش بكرة ما في دوام؟ بلا في. والله أيامك يا عمي. أنت كمان جاي معزومة. فكرتك رايحة لحالك. إيه مين اللي عامل هاي الحفلة؟ سهيل. مين هذا سهيل؟ ما بخصك الموضوع. يلا قولي لي. واحد غني كتير شخصية كمان. معجب فيكي ولا شو؟ رح يصير معجب بهاي الحفلة. شو قوية. بكرة الصبح اتفقنا؟ نجي على المدرسة وبشنا على الحفلة فورا. لا تنسي تغيري لي هالتياب كمان. شو البس يعني؟ اكيد ما حروح الحفلة بتياب المدرسة يا فهمانة. يلا انا تأخرت على الدرس، شوفك بعدين. ايه بس انا ما عندي شي باللبس على حفلة.